مالك يا خالد؟ انت كويس؟ الحمد لله كويس قوي خالص جدا. ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ هنروح مشوار صغير كده يا ابني. رايحين راس البر عشان نصيف هناك. ايوه رايحين هناك. وماما مش هتيجي معنا زي زمان؟ هي أصلاً سبقتنا على هناك. أصلها وحشاني أوي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب يلا يا خالد، يلا أبدأ عشان نروح نشوفها. بس أنا معيش ميوع عشان ننزل البحر. خلاص يا ضلايا ما تحملش هم، انا هجيب لك الميوع واحنا في السكه. طيب وناكل سمك. وهناكل سمك وكابوري. وكابوري الحمد لله كويس قوي خالص جدا. كويس يا ابني الحمد لله. والله كويس كويس قوي خالص. الله خير. الله لا يسيبك. يا ساتر قول له عايز اكسر وراهم. قول له أنا مش مصدقة إن بابا وافق يودي خالة المستشفى. الحمد لله خلصنا من الاتنين، خالة ومراته. آه بس طلقها جه علينا بخسارة، حر ونار في جتتها هي وأهلها. ولا إيه رأيك يا سعاد؟ ساكتة ليه؟ مش لاقية كلام أقوله بعد اللي شفته بعيني وما قدرتش أنطق بيه. قصدك إيه؟ قصدي على فوزية اللي شفتها بعناية دول ومحدش قال لي، أنت اللي زقيتها من فوق من على السلم. إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ ايوه يا رأي، انت اللي زقيتي فوزيه مش خالد. انت بيت يا سعاد، حسك عينك. الكلام اللي طلع من بقك دلوقتي يتقال لحد. انت عارفه ابوك لو عرف حاجه زي دي هيحصل ايه؟ تحصل مصيبه كبيره. اسمعي يا سعاد، اللي انا عملته ده ما عملتوش عشان لوحدي. لا يا حبيبتي، اللي انا عملته ده عملته علشاننا كلنا، فاهمه؟ علشاننا كلنا. عن اذنك يا ماما. حبيبتي اعقل يا ضنايا. وهو هيقعد عندكم قد ايه يا دكتور؟ مش اقل من شهر مبدئيا. ياه شهر الحلو. وده بشكل مبدئي. لكن احنا ممكن نطمن عليه ونزوره عادي صح؟ اه بس مش قبل اسبوع. واحنا ما طلعناش راس البر ليه؟ كمان ما اشتريتوليش مايوه. خالد انت هتقعد عندنا في المستشفى شويه. مستشفى؟ لا لا. طيب ممكن ناخد عينة من دمك عشان نعمل شوية تحاليل، وده بدل ما ندخلك المستشفى. مش عينة؟ ماشي تمام.